امبارح تخلي اللي مشتري يتفرج. صحيح النصاص قامت والقوالب نايمة. سعيد انا نص يا مرام. سعيد اصحى برنس، اصحى سعيد. عايز يا اسماعيل، انا نايم وش الفجر. اختك ماسكه في ام احمد وصوته جايب لاخر الدنيا. وايه الجديد بس؟ خناقه كل يوم بتاع الاصطباحه ده، انا من غيرها اقلق. ايوه بس خناقه داخلي ماشي، انما خارجي لا، بلاش فضايح. طب ما تروح لها انت عشان تكمل. ما انت عارف ان انا ما بقدرش عليها. يا عم هي مش مراتك؟ وهي مش اختك؟ هي لو مراتك كنت ضربتها بالجزمه وطلقتها. طب لو ما خرجتش انا هقول لها الكلمتين دول عشان نتفرج عليك انت وهي بقى في عرض خاص. اوه على الصبح. ان كنتوا نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرا. قال امتى طلعت القصر؟ قال امبارح العصر. ده العصر والمغرب والظهر. الله يكرمك يا ام احمد، احنا برضو ولاد منطقه واحده، ما صحش الكلام ده. ما تطلع واطف روح بقى، مش عايزين شبوره الصبح دي. لا انا بقى عايزه شبوره الصبح، وسيبني بقى مع المقشفه الكركوبه حربيه المشابك دي، بشوف اخرتها. يا ولد ارجع بقى. لو جت اطلعي لي بره. تعالي هنا يا برنس. لما نشوف اخرتها مع عواطف اللي عايزه تضرب واحده قد امها. يا بنت ده انا مرضعاك على احمد ابني. يا ولد ما نحكيش زي الدم. يعني انا زي امك. امي يلا مربار بقى. يا هرجع عليك من المخمضه. انت بخير عليك كون النسوان ده، سيبني عليها. خلاص بقى يا عواطف، اقفلي الشباك ده يا محمد بقى وتوكلي على الله. بقول لك ايه، انا واقفه في بيتنا، هي اللي خبطت عليا. بقى يا عواطف بقى فاهم، هبره بقى. يلا روح خش جوه. مش هخش، انا هنشر غسيل. بس هنشره بايه بعد ما سرقت المشابك الحراميه دي؟ ما حدش سرق منك حاجه. انت تانية وليا هقطعك. يا ام احمد خش جوه بقى. يا ام احمد خد يا ست 5 جنيه، هاتي المشابك اللي انت عايزاها. خلاص 5 جنيه بس يا برنس. ده ست مشابك ب2 جنيه ولا ناقصه 5 مشابك عامي يا بنت الحرامية. ده يا ام احمد هي اللي سرقته. بقول لك سيبني عليها. خلاص بروح امشي غسيلك بقى، عايز انام. حاضر حاضر يا اخويا، حاضر يا كبيري حاضر. انت راجعك هنشرك. يا برنس. صباح الفل يا برنس. صباح الخساير والعكنانه يا بوز الغراب. يعني ما كانش قادر يستنى لحد ما فتح عيني على الصبح. ما انت عينك واسع طبق الدس اهو. وبعدين كل واحد اولى بحقه، ولو مش عايز تيجي هات يا عم الفلوس وانا اجيب لك الوصل. يا سلام يا اخويا، عايزني اسلم القط مفتاح القرار. لا يا حبيبي، انا اروح ادفع القسط بنفسي واقفش الوصل. يلا اسبقني وانا هحصلك. اغير ما تيجي كده. طيب بقول لك اسبقني وانا هحصلك. روح استنى عند سامي الحلاق وانا اغير واجي لك. ماشي. انت رايح فين؟ عند عصام. عصام مين؟ الحلاق. استنى بص، عايزك بعد ما تخلص كوتة ساقعة كوتة سخنة وتفرك لي وشي كده، عايزه يلمع. خلصت يا برنس. ايه اللي خلصت؟ الفوط. انت حلاق قوي يالا، مش عارف مصاحبك ازاي انت. يا عم سامي بالراحة، يا عم سامي هتشعطل الشعراية. يا عم فتلة شعرك هي اللي خشنة يا عم، انا بتك عليها عشان تتفرد. الله فتلة شعرك هي اللي خشنة يا عم. هجيب القف شعر. طب يا عم انت تقف كده ليه؟ ماشي يا عم ما تزعقش. يا عم خلينا نشوفك لعشنا يا عم، اتكل على الله. الحته دي بتهب بقى عليا، ده من هبه. عايزك هي بتبقى مواربه كده اهي. جيب بطاري على مهلك. انت حاطط زبادي على وشك؟ ده ماسك يا حمار، ماسك للبشره. يابا وده مهمه البصره دي؟ طب ما انا ماسي من غير بصره اهو، الحمد لله زي الفل. اطلع بره. في يا برنس، انت تقول لي روح عند عصام الحلاق واخرج من عصام الحلاق. ما انت بتعمل لي كده ليه يا برنس؟ يا عم انا كده يا عم بتخنق من الناس اللي ما عندهاش بشره. اما حته موتتني. ايه رايك حبيبي يا معلم؟ ما انت والله عايز مرايه. ها مساء الخير يا معلم. عندي ليك واحده ثانيه بقى عشان انت قلبك خفيف من غير ضرب نار. ايه رايك؟ لا كفايه كده. بص يا سيدي. لا لا اسمعني بس. اسمع بس، انا اقول لك. والنبي انت سامع؟ والنبي انت سامع؟ اسمع خدني بس. قسط العربية يا سعيد. ايه مالك؟ مش عارف عندي هبوط كده، بس عندي يعني. لا 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 اقعد يا سعيد هنا، اقعد هجيب لك ميه بسكر. زي كرشة نفس كده. اه يا الف سلامة. اه لا زي ما تقول كده، الواحد بيطلع من بيت على الريق. فمع المشاوير بقى بتهب كده هي، بس بتروح وتيجي. قسط العربية يا برنس. أنا كده هزعل بقى. واخد الحق بيزعل يا برنس يا عم؟ مش النظرية يا عم رامي، ده أنت بتقرا فلوس يا جدع.
الله، وبعدين فلوسك في جيبي. انا بس كنت عايز استاذنك في حاجه كده. لا ولا يعني لا يا جدع، مش لما تعرف الاول. اكيد عايز تبقى حاجه من قسط العربيه يا برنس. يا ساتر. اتفضل يا سيدي، بس فيها 20 جنيه عشان احطها في جيبي. عنك سعيد، وانا لما اديتك العربيه بقيت لك فيها كبوت ولا فرده كاوتش ولا موتور؟ ما انا اديتها لك كامله، يبقى حقي يرجع لي كامل. كان دول ناقصين 5 جنيه واختي جابت بيهم مشابك. يبقى مش هتاخد الوصل يا برنس الا لما ترجع المشابك. لانتخاب رؤساء الأقسام والعمداء ورؤساء الجامعات بدلا من الذين انتهت مدتهم. ادخل ازاي يا حمار والباب مقفول؟ افتح يا ابني. هذا وتشير اوضاعه الحاليه الى ان الجامعات استعادت لبدء الدراسه، وتم اعداد المدن الجامعيه لتسكين المغتربين. كده مفتوح. روح الاضرابات والاعتصام تهدد انتظام العالم. استنى، رايح فين؟ انا عايزك في مصلحه. مش عايزها النهارده، يوم الغسيل. طب مش تسال الاول؟ مش يمكن السبوبه حلوه؟ يعني انا مش فاهمك يا سعيد، طالما داخل وقايل لي مصلحه تبقى نصبه. تعال معايا يا عدل. هات 15 جنيه. لا طب خليهم 5. ليه؟ الراجل صاحب المعرض النتن، تخيل، راهن الوصل على 5 جنيه. ما هو حظ ام انا. انت حبيبي يا عمده. خد يا سعيد، ربنا يخليك يا حبيبي. اما صحيح بجح، يعني انا هديها لك مزوره؟ ليه ما تعملهاش؟ اعملها بس مش معاك يا برنس. مستك انك مخلص. يلا بقى طرقنا طرقنا، عندي غسيل. يا مزور، ربنا يسامحك. ما تقعد تاكل زي الناس يا واد. ما اعرفش اكل على الارض يما. يلا سلام. يلا يلا يا الله، يلا يلا يا الله. اقفل النور يا عفاف، انا بالضلمه بخاف. سلام. ايه ده، انت خلصت اكل ولا ايه؟ يا سلام، يعني انت ما فوتش على عبد السولر؟ ضربت لك طبقين فول قبل ما تيجي. لا يا عاطف، انا ما فيش في جيبي فرخه من صباحيه ربنا. يا واد، البرنس هيقعد ديبه فاضي؟ تعمله مع اختك. طب امشي 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 امشي. نعمل حسابك، عارف ان النهارده ميعاد القسط. الله عليك يا اسماعيل يا ابو قلب حنين. وصلتني يا عواطف؟ البصل كيلو ب 7 جنيه، نطبخ بيها احسن. انت جبت الاكل ده منين؟ ما جاش مني، جات من اسماعيل. يعني انا وعيالك نقول نص بطن عشان هو ياكل؟ تصدق ده البكتري؟ مصطفى الملازق سأل عليك، سأل مرتين وانت بره. خص عليك يا اسماعيل، بتحلالي وانا بكلمك؟ انت بقى خليت نهارك كل الالوان. ما باش انا عواطف. ليه بس؟ انا قلت اقول له بسرعه قبل ما انسى. وده كان عايز ادعم اسماعيل. معرفش، يمكن عايز العربيه بفرح ولا حاجه. وانت يعني مش عارف تجرجره في الكلام وتشوفه عايز ايه؟ واخويا حبيبي برضو مجدع، يعني لو فيها مصلحه هيبقى يشوفك معاه. انا هقوم اقابله في القهوه اشوفه عايز ايه. انتش قادر تقعد تاكل معانا على الارض بدل ما توسخ الكنبه؟ ده انتوا اللي تاكلوا على الارض، انما البرنس ما يعرفش يقرفص زيكم. البرنس؟ نفسي افهم جايب العنطزه دي منين؟ سيبيه، ده واد طيب. ان شاء الله ربنا هيكرمك. مع السلامة. شوية فول عظمة. هيوحشني افطارك يا ابو حمادة. انا هروح فين يا اخويا في الاكل اللي انت بتعمله؟ طب ده انت لما بيكون غزلتك رايقة كده وتدخل المطبخ من الريحة، الجيران بيعرفوا انك انت اللي بتطبخ. ولا اكل يعلى على اكلك يا ست الكل. يا طيبة انت. بس اللي فوقك بقى في الاكل ابوك الله يرحمه. انا فاكره يا واد لما كنت اعمل الاكل ابقى خايفه موت كده حسن الاكل ما يعجبوش. ايه يا جلجل، انت ما بتزهقيش من الكلام على ابويا؟ كل ما نتكلم في حاجه تنط سيرته كانه لسه عايش بينا. ايه ال11 سنه اللي عاشهم معايا هم عمري كله، لا شفت قبلهم يوم حلو ولا بعدهم. يا عيني يا عيني يا جلجل، يا عيني يا عيني على الحب والغرام. وانت بقى ما انش الاوان تقعد في وسطينا، ما شبعت السفر وغربه؟ أنا إذا كان عليا مش عايز أسيبكوا وأسافر، بس ناكل منين؟ بقول لك إيه؟ المطعم بتاع حسين البقلي عايز يبيعه، ما تاخده منه، وحسين أهو مننا وعلينا مش هيغلي عليه. جنين بس يا جلجل، ما أنت عارفة البير وغطاه.
تعرفي انا لما اصحابي بيسالوني على الفلوس بقول لهم ايه؟ بقول لهم ان انا ببني عمارتين، واحده اسمها ابراهيم والثانيه اسمها حوريه. ان شاء الله ربنا يخليك ليهم يا رب. بس بقول لك ايه، الواد ابراهيم ده انا ما كنتش قادره عليه، صوته عالي كده وتعلم حاجات وحشه قوي من الشارع. ان شاء الله دي تبقى اخر سفريه ليا وليك عليا قبل ما اسافر. اظبط لك ابراهيم حته ظابطه تفضل معاه لغايه ما ارجع له. ترجع لنا سالم غانم باذن رب العالمين. طب يلا بقى يا جلجل الحقينا بكوبايه شاي لحسن الفول ابو تخديعه ابتدى يكبس على نفسي. ثواني يا ضنايا، وكوبايه الشاي هتبقى في ايدك. عيني عليك يا حماده، انا بكشي يا اخويا من الدلع غير اسمك.